والله نكسر الخاطر، والله احنا مظلومين، والله احنا خطيه يا جماعه الخير. ابو اسراء امشي عليك العباس ابو فاضل، امشي عليك الكاظم، امشي عليك الحسين، رجع فلوسنا اللي اخذتهم ال 65 مليار دولار عمي نيابه عن الشعباني، اخذ ال 15 لك و 50 مليار رجع لنا اياها، والحسين ما عندنا، رواتب لسه ما مستلمين، الكاظم لحد الان كل شيء ما قبضنا من عنده. قفار مثل ما يقولون، عمي نقضيها قفار، البلد ايش كبره ايش عرضه كل شيء ما بيه. يا ابو اسراء ادري بيك انت ما بقتنا، انت رجال ضامن عندك الفلوس، الفلوس عندك والله نعرف ما بقتنا، بس رجعهم 15 حلال عليك انت وحمودي وال 50 اعطينا اياهم، ويوم القيامه ونبري لك الذمه وندعي لك بالخير. وخاله ام اسراء، خاله ام اسراء رحمه لوالديك، حاكينا ابو اسراء قل لي له خليه يرجع لنا ولو 50 مليار امشي عليك الكاظم وخلي يرجع لنا الباقي، ترى والله تأذينا احنا شعب تعبانين، وندعي له بالخير ونبري الذمة نيابة عن الشعب، الله شاهد الذمة نبري له. وما عليك بالتعليقات رحمة لوالديك، ذول اللي يحجون عليك بالتعليقات ما عليك، اعتبرهم مثل اولادك. رجع لنا فلوسنا مشي عليك الحسين، والله تعبنا تعبنا وتأذينا ولسه ما قبضنا راتي، ابشرك تمام نوري، وبروح الحسين لا تضرب نابوري.